عملية الضربة. نعم. نعطيو مثال بسيط. لك أنت اللي تجاوب على المثال. أنا مثلا فقط شوف مصحح. هنا زعما 23 في 11 ضرب 11. نعم. 57 ضرب 11. تفضل نعم أعطينا الطريقة. 8 نعم. 98 نديروا فيه 12 ضرب 11. حضرتك انا على 11 نعم. طريقه بسيطه تتعلموها نعم. باش يعطيكم اي رقم تضربوه في 11 تلقاو نتيجه بدون استخدام اله حاسبه. بدون اله حاسبه هو نحطوا اثنين هنا ثلاثه هنا ومن بعد نديروا الجمع تاع اثنين مع ثلاثه يعطينا خمسة سبعه نديروا الجمع تاع خمسه مع سبعه 12. كبرت الرقم كبرت الرقم أسمع نديروا خمسة. هي تصلح فقط في الأرقام في الأرقام ربما اللي أقل من خمسة. يكون رقم الآحاد تاعهم أقل. إيه. 3 زائد. 13 زائد 1 يعطينا 4. يعطينا 13، 3 زائد 1 يعطينا 4. نعم. 8 زائد 9. 17. 9 8 7 زائد 1 17، 7 زائد 8 يعطينا 7 زائد 1 8. 8. 8. 988. أي تلاميذ لا تأكدوا من هذه الحسابات؟ تأكدوا تجبدوا لنا الآلة الحاسبة وتأكدوا لي من الأرقام إذا صح ولا لا لا، إذا كانت صح اعتمدوا هذه الطريقة من عندي. تحياتي، سلام. شكرا لك.